من المشاهد، مدينة تعز القديمة معالم تاريخية تبحث عن منقذ. ومن البيان، حلمي طفل أحالت ميليشيا الحوثي آماله إلى الكوابيس. الشرق الأوسط، ومن الأخبار المنوعة، ناسا تدعم احتمال وجود حياة على سطح المريخ. أهلا بكم. بين وقت وآخر يعلنون أنهم قصفوا مطارا في السعودية، وفي نفس الوقت ودون توقف يرسلون قذائف لقتل المدنيين اليمنيين في منازلهم. ووفقا لموقع المصدر أونلاين، الحديدة، مقتل فتاة وإصابة أربعة آخرين في قصف حوثي على حيس. وقال الموقع، قتلت فتاة وأصيب أربعة مدنيين آخرين من بينهم طفلان نتيجة قصف ميليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية على مدينة حيس جنوب مدينة الحديدة غربي اليمن. وقال مصدر محلي للمصدر أونلاين إن الميليشيات الحوثية المتمركزة شرق مديرية حيس استهدفت الأحياء السكنية بمدينة حيس الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، وأسفر سقوط إحدى قذائف الهاون عن مقتل الفتاة وفاء أحمد غالب جمال وإصابة الطفل قابوس محمد ناجي والطفل رعد محمد ناجي وسلامة محمد حسين حمادي ومنير عبد الله سالم. وفي سياق متصل، أصيب المواطن محمد علي قاسم دلب برصاص قناص حوثي أثناء تواجده أمام منزله في منطقة القضبة التابعة لمديرية الدريهمي. يتركون منازلهم وأماكن عملهم ويبحثون عن أماكن أخرى أكثر أمنا واستقرارا، ومع انتظار اللحظة التي ستتوقف فيها الحرب الدائرة في البلاد لتضع حدا لمعاناتهم الموجعة. لكن هذه اللحظة لم تأتي. موقع قناة بلقيس ذهب إليهم وعنوان بلقيس تزور مخيمات النازحين في الساحل الغربي وتوثق قصص تشردهم وأوجاعهم. يحكي محمد قصة نزوحه وأسرته لموقع بلقيس ويقول، الحرب كل يوم تزداد والمواطنون الضعفاء بمحافظة الحديدة والساحل وتهامة هم من يدفعون الثمن. ويضيف محمد، انتقلنا للعيش في مديرية الزيدية غرب محافظة الحديدة ولا نمتلك شيء، في بعض الأيام لا نأكل إلا وجبة واحدة، وفي هذا المكان نسكن أنا وأربعة من أفراد أسرتي، ولو نزل المطر نجلس ونغتسل فيه ونترك الأطفال فقط يدخلون العشة لأنها صغيرة ولا تكفينا جميعا. يقول نازح آخر، نحن من يوم نزحنا إلى اليوم لم تصرف لنا أي مساعدات إنسانية، كل واحد يقول أنتم على فلان. وفي معلومة حصل عليها موقع بلقيس من تصريح مسؤول يعمل في الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث، حول عدد النازحين في محافظة الحديدة وحجة خلال المرحلة الأخيرة لعمليات الجيش الوطني، فقد بلغت أعدادهم ما يقارب 90 ألف أسرة بمعدل 630 ألف فرد، وهذا خلال الفترة الأخيرة فقط، وأغلب حالات النزوح كانت داخلية. عن أحداث غيرت مجرى التاريخ اليمني وألهبت طريق اليمنيين، كتب حسن عبد الوارث مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور. يوغل كثيرون في السطحية الذهنية عندما يعيدون مشهد الحرب الدائرة في اليمن اليوم إلى أسباب وعوامل غريبة العهد أو طارئة الحدث، ويعتقد بعضهم أن هشاشة الدولة أو بوضوح أكثر رخاوة مؤسساتها وكرتونية هيكلها البنيوي واستفحال جرثومة الفساد في مفاصلها، وهي أبرز ملامح عهد الرئيس السابق صالح، هي التي أعجزت الرئيس الحالي عن السيطرة على البلاد سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وأمنياً، مثلما مكنت جماعة الحوثي من إسقاطها أو ما تبقى منها تحت سنابك جيش متناقض الولاءات ومتداخل المصالح اجتمع قادته على كلمة سواء واحدة، الخراب. هناك من لا يريد الاعتراف لأسباب ذاتية في المقام الأول بأن اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي في 11 من أكتوبر 1977 كان الضربة القاسمة في رأس وبدن اليمن بشطرها الشمالي يومها، ثم تعاظم آثار هذه الضربة حد الإصابة القاتلة بما استتبع ذلك الاغتيال من انحراف حاد وخطير للغاية عن كل دروب النجاة بالبلاد والعباد على يد النظام الذي خلف نظام الحمدي، إذ لم يكن ذلك الاغتيال مجرد جريمة قتل استهدفت حياة رئيس الدولة وبعض مساعديه ومريديه،
كما هو متوفر ومتكرر في الحالة اليمنية المزمنة، بل كانت حالة انقلاب جذري حاد في بنية نظام ودولة بني الحمدي لابناتهما، ثم محاها خلفه قاتله عن بكرة أبيها. كما أن هناك من لا يريد الاعتراف أيضاً ولأسباب ذاتية في المقام الأول كذلك، أن مسبعة 13 من يناير 1986 كانت أم الكوارث على الإطلاق في تاريخ اليمن بشطرها الجنوبي منذ الاستقلال. نظم أبناء مديرية حبيش وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة وسط مدينة إب للتنديد بممارسات وانتهاكات يتعرضون لها من قبل قيادات من ميليشيا الحوثي الانقلابية. ووفقا لموقع الصحوة نت، محتجون في إب ينددون بانتهاكات قيادات الحوثيين بحبيش. وقال الموقع، رفع المحتجون لافتات ورددوا شعارات عدة مطالبة بوضع حد للجرائم التي يتعرضون لها في منازلهم من قبل قيادات رفيعة من ميليشيا الحوثي. وقال المحتجون إن قيادات ميليشيا الحوثي تقوم بالاعتداء على الأهالي ومداهمة منازلهم واختطاف كثير منهم. وشكى المحتجون من سرقة المساعدات الإنسانية مطالبين بإعادة النظر في آلية توزيع المساعدات الإنسانية لتشمل المستحقين في المناطق المحرومة ومساءلة المتسببين في تهريب بعض المسجونين على ذمة اتهامهم بقضايا جنائية. كما قال المحتجون إن المسؤولين الذين عينتهم الميليشيا في المحافظة أقدموا على تأجير المقابر وساحات المدارس وأراضي الأوقاف ومساحات الجوامع. دعت الرباعية الدولية جماعة الحوثي المسلحة كما جاء في موقع يمن مونيتور إلى تقديم التسهيلات الكاملة للبعثة الأممية في محافظة الحديدة. كما دعا بيان صادر عن اجتماع الرباعية الجماعة المسلحة إلى الانسحاب الكامل من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف. وقالت الرباعية التي تضم كل من المملكة العربية السعودية وبريطانيا والإمارات وأمريكا في الاجتماع الذي عقدته في العاصمة البريطانية، قالت إنها تنتظر من مجلس الأمن الدولي مراجعة التقدم في هذا المجال خلال اجتماعه بتاريخ 17 يوليو. ودعا البيان الأطراف اليمنية إلى المشاركة البناءة في اللجنة المشتركة لإعادة التموضع، وذلك لتسريع تنفيذ اتفاقية الحديدة والذي يتضمن الاتفاق على مفهوم العمليات والرقابة الثلاثية. وأشار البيان إلى أن اللجنة الرباعية ترى أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم سيوفر فرصة للبدء في عملية سياسية شاملة قد تفضي إلى اتفاق سياسي دائم ينهي الصراع في اليمن. وعبرت اللجنة عن دعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، داعية في الوقت ذاته جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط البناء مع المبعوث الخاص، وذلك للتسريع بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم. جنرال العقوبات الاقتصادية، تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله في صحيفة الشرق الأوسط التي يرأس تحريرها. وقال شربل، كتب الكثير في الأعوام الماضية عن تراجع أهمية الشرق الأوسط في حسابات الكبار، ذهب بعضهم إلى التحدث عن استقالة أمريكا من دور الشرطي في الشرق الأوسط لأن تدفق النفط ليس مهدداً ولأن تفوق إسرائيل العسكري مضمون، وثمة من استنتج أن عهد إرسال الأساطيل إلى المنطقة قد انتهى بعدما بات عليها أن تنشغل بالتحركات الروسية في بحار أخرى وبعروض القوة الصينية في محيط بلاد ماو. فجأة تبين أن جاذبية الشرق الأوسط عالية جداً وأنه يمتلك من التصدعات والأخطار ما يكفي لاستدراج القوى الكبرى مجدداً إلى مياهه وأرضه. بدأت القصة مع إطلالة داعش المدوية ثم استكملت مع عودة النشاط إلى مفاعل التوتر الإيراني في الإقليم، وها نحن نرى الانتشار الأمريكي في أرض الخليج ومياهه، ونرى الجيش الروسي يرابط في سوريا بموجب اتفاقات تتيح له إقامة مديدة. وعلى الرغم من كل ما كتب، ها هي إدارة ترامب تجد نفسها غارقة في امتحان كبير في الشرق الأوسط الرهيب. تراهن إيران على تهديد الاقتصاد العالمي وضرب حظوظ ترامب في ولاية ثانية عبر رفع أسعار النفط، ويراهن ترامب على مفاعيل العقوبات الاقتصادية لإرغام إيران على إعطائه ما رفضت إعطاءه لباراك أوباما. المحادثات التي ستدور على هامش قمة العشرين في أوساكا هذا الأسبوع حول إيران بالغة الأهمية. إننا في خضم الأزمة والتكهن صعب، لكن قد يستنتج جنرالات الحرس الثوري صعوبة الاستمرار في التصعيد ضد دونالد ترامب.
جنرال العقوبات الاقتصادية هنا وهناك، فهز ركائز الاقتصاد الإيراني أخطر على بلاد المرشد من قصف المنصات الصاروخية والرادارات وتدمير الجسور. كان الاتحاد السوفيتي مسلحاً حتى الأسنان وتوارى من دون إطلاق رصاصة في اتجاهه. منذ قرون عديدة والمدينة القديمة بتعز تروي تاريخ الدولة الرسولية التي أنشئت في النصف الثاني من القرن السابع الهجري، لكن غياب الاهتمام بالحفاظ عليها جعلها تختفي شيئا فشيئا ولم يتبقى من معالمها سوى القليل. موقع المشاهد نت يرصد ما تبقى في تقرير ويعنون: مدينة تعز القديمة معالم تاريخية تبحث عن منقذ. وقال الموقع إنه من هذه المعالم مسجد ومدرستا المظفر والمعتبية التي تحاول منذ سنوات طويلة الصمود وفاء لتاريخ المدينة، غير أنها على ما يبدو في طريقها إلى الزوال، فالإهمال واللامبالاة يجعلانها غير قادرة على البقاء في وجه طغيان عوامل التعرية من جهة وطغيان الحرب التي أصابتها كثيرا من جهة أخرى. وقال إمام مسجد المظفر عبد الرحمن عبد النور للمشاهد إن المسجد يعاني من مشاكل كثيرة، أبرزها تآكل سطحه وتهالك أعمدته واندثار نقوش قبابه وجدرانه، مناشدا السلطة المحلية سرعة إنقاذ المسجد التاريخي قبل أن يختفي من الوجود. الحال نفسه طغى على مدرسة ومسجد المعتبية اللذين أنشأتهما زوجة السلطان الملك الأشرف بن إسماعيل الأفضل عام 1397، إذ طمست أغلب نقوشه التاريخية وتآكلت جدرانه وأرضيته وتحول جانب منه إلى سلة للمهملات. ولم تنجح محاولات ترميم مسجدي المظفر والمعتبية حتى الآن، الأمر الذي قد يجعلهما عرضة للاندثار كليا في حال استمر الوضع على حاله. اعتاد حلمي يوسف 12 عاما الذهاب إلى المرعى كل صباح برفقة ابن عمه حسام وأحمد. تقول صحيفة البيان: لا تملك الأسرة سوى تلك الأغنام التي يعيشون على ما تنتجه من ألبان وتمثل مصدر رزقهم الوحيد. لم ينل اليأس من حلمي وهو يقف على عتبة انتظار تحقق أحلامه البسيطة، كان فارغا من معناه، إلا أن الأيام مضت والأحلام تبددت إلى أن تضاعف أمله، ليس في العودة إلى المدرسة بل فقدان ابن عمه وصديقي طفولته بقذيفة هاون حوثية. كان حلمي يلهو مع ابن عمه في أحد أيام شهر مارس بالقرب من أغنامهم، فيما كانت ميليشيا الحوثي تجهز لهم الموت عندما حولت قذيفة هاون جسدي حسام وأحمد إلى أشلاء ممزقة، فيما لم تنس القذيفة أخذ نصيبها من حلمي بإصابة ساقه وأجزاء من جسده. يقول حلمي: كنا نلعب سويا، ابتعدت عنهما قليلا وفجأة حدث انفجار كبير ولم أشاهدهما بعده أبدا. لقد نالت مديرية الوازعية بمحافظة تعز وفق تقارير منظمة محلية النصيب الأكبر من التهجير القسري، إذ أرغمت ميليشيا الحوثي سكان 28 قرية على النزوح من منازلهم، فيما وصل عدد النازحين إلى المديرية إلى 5000 أسرة موزعة على عدة محافظات. عن المعركة مع إيران كتب عبد الرحمن الراشد مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط: أنا من أشد المناصرين لإجبار النظام الإيراني على تغيير سياساته، وفي حال الفشل أنا مع دعم تغيير نظام، لكن ليس بأي ثمن. وغني عن القول إن تغييره سلمياً أفضل وأجدى لنا جميعاً، ونتيجة المثالية التي نرجوها سلماً أو حرباً من إيران أن تتوقف عن مشاريعها العسكرية من بناء قدرات نووية عسكرية وصاروخية، وتمتنع نهائياً عن نشر الفوضى والحروب في المنطقة. إنما نحن نعرف أن طهران لن تفعله من تلقاء نفسها، ولا توجد هناك من وسيلة سوى إجبارها على ذلك، والسلاح الأمضى هو حصارها اقتصادياً، أما مواجهتها عسكرياً فليبقى الحل الأخير لا نلجأ إليه إلا في حالة الدفاع عن النفس. ولهذا كل السياسيين يكررون القول ويشددون عليه: لا نريد الحرب. السؤال الشائع: لماذا لا نريد الحرب إن كانت هي الحل الأسرع؟ يمكن من خلالها إجبار النظام الإيراني على الانصياع بدلاً من الانتظار عامين أو 5 أعوام مقبلة حتى تفلس حكومة المرشد خامنئي وتستسلم ببساطة شديدة. الحرب رغم أننا المتفوقون فيها ليست مضمونة النتائج. نحن أمام نظام لا يبالي لو مات مليون أو مليونان من مواطنيه.
نظام لم يبني شيئاً يخشى عليه من الدمار، نظام يعتقد أنه من خلال الحرب سيستنهض الوطنية لتسعين مليون إيراني، نظام سيراهن على نشر المزيد من الفوضى في العراق والخليج. هناك الكثير من المعطيات الأخرى التي تجعل الحرب الحل الأخير وعند الضرورة فقط. لا أحد عاقلاً يحب خوض الحروب. سمحت مزرعة بمدينة لاشلينغن الألمانية لأحد السجون بوضع خلايا النحل حول بساتينها والسماح للسجناء بالعمل هناك. وعنون موقع دي دبليو الألماني: السجون الألمانية تستعين بالنحل لغرض غير متوقع. وقال الموقع إنه وبالإضافة لذلك يرعى السجناء بعض خلايا النحل في حديقة النحل الخاصة بالسجن. يطير آلاف النحل من زهرة إلى زهرة، فمع النحل يكون الإنسان في الطبيعة ويتلقى صورة مختلفة عن العالم. ووفقا للموقع فإن السجناء العدوانيين لا يشاركون في مشروع النحل الذي يرغب فيه السجناء، وهناك سجناء غير قابلين للعلاج وهؤلاء يظلون في الحبس ولا يخرجون من الزنازين. ويرى أحد النزلاء العاملين ضمن المشروع أن من يعمل مع النحل يضطر للالتزام بالقواعد وإلا تعرض للعقوبة مباشرة، فالخطأ يعني لدغة وهذا شيء مؤلم. يفيد الموقع لا يسمح سوى لنزلاء السجون المفتوحة بالخروج من الزنازين إلى البساتين حيث توجد خلايا النحل. تقول صحيفة الشرق الأوسط إن علماء وكالة ناسا الفضائية اكتشفوا كميات كبيرة من غاز الميثان في الغلاف الجوي للمريخ، ما يمكن أن يكون علامة على إمكانية وجود حياة على سطح الكوكب الأحمر. وأجرت عربة كوريوسيتي روفر الفضائية المتجولة على سطح المريخ قياسا، واكتشفت العربة التابعة لناسا كميات هائلة من الميثان في هواء المريخ، وهو غاز ينتج عادة بواسطة الكائنات الحية. وصلت بيانات القياس إلى الأرض يوم الخميس، وبحلول يوم الجمعة كان العلماء العاملون في المهمة الفضائية يناقشون الأخبار التي لم تعلن عنها ناسا بعد بحماس. وكتب أشون فاسافادا العالم المسؤول عن المهمة إلى الفريق العلمي رسالة إلكترونية حصلت عليها نيويورك تايمز، جاء فيها: بالنظر إلى هذه النتيجة المفاجئة فقد قمنا بإعادة تنظيم عطلة نهاية الأسبوع لإجراء تجربة متابعة، ومن المقرر إطلاق عربتين أخريين للمريخ العام المقبل، وواحدة من ناسا وواحدة من خلال تعاون روسي أوروبي مشترك، مزودتين بأدوات مصممة للبحث بصورة أكثر عمقا عن لبنات الحياة على سطح الكوكب الأحمر. وعن إدخال جزيرة سقطرى في الصراع الدائر، كتب مأرب الورد في صحيفة العرب القطرية مقالا جاء في فقرات منه: ما يجري هذه الأيام في سقطرى من محاولة فرض الأمر الواقع بقوة الميليشيات التي تم تشكيلها خارج سلطة الدولة مجرد مثال بارز على هذه الأجندة المناقضة لأهداف التحالف المعلنة عند تدخله، ومحاولة جديدة لتثبيت نفوذ غير مشروع في الأرخبيل الاستراتيجي والفريد بموقعه وتنوعه وكنوزه. لقد باءت هذه المحاولة بالفشل مثل سابقاتها، رغم أنها كانت مسلحة وهدفت للاستيلاء على الميناء بغرض تفريغ سفينة إماراتية ممنوعة بأمر من السلطة المحلية للاشتباه بما تحمله، وكان يراد إدخاله للجزيرة بالقوة لولا إحباط ذلك بفضل تصدي قوات الجيش والأمن وخفر السواحل. ما جرى أمر خطير لا يجب السماح بتكراره، ولا نقصد هنا الهجوم على الميناء فقط، وإنما مسألة استنساخ تجربة التشكيلات المسلحة في عدن وبقية مدن الجنوب ونقلها لسقطرى المعروفة بأمنها وطابعها المسالم والخالية من الحوثيين والتنظيمات المتطرفة. الخطير في العمل العسكري الأخير أن الإماراتيين يدفعون نحو عسكرة الجزيرة المصنفة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويشجعون من استقطابهم للتجنيد تحت الإغراءات على الاقتتال مع القوات النظامية وتغيير طبيعتهم المسالمة، وهذا يهدد السلم الاجتماعي وحالة الهدوء السائدة في الأرخبيل بشكل عام. ينبغي على السلطة الشرعية اتخاذ موقف صارم حيال ما حدث، والاستفادة من دروس الماضي على أن يتضمن هذا الموقف خطوات تمنع تكرار هذا العبث الذي يأتي على حسابها، ويكون مدخلاً لإعادة إصلاح العلاقة مع التحالف على أسس جديدة تشمل المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والشراكة.
دعا بابا الفاتيكان البابا فرانسيس في خطاب بجامعة نابولي اللاهوتية إلى تعلم اللغتين العربية والعبرية في الكليات اللاهوتية لتعزيز العلاقات مع اليهودية والإسلام وفهم الجذور المشتركة والاختلافات، وعنون موقع CNN. بابا الفاتيكان يدعو إلى تعلم العبرية والعربية وتعزيز العلاقات مع الإسلام واليهودية. وقال البابا فرانسيس إن منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت دائما مكانا للعبور والتبادل وفي بعض الأحيان الصراعات، واليوم هي مكان يثير الكثير من الأسئلة، ولمواجهتها نحتاج إلى لاهوت ترحيبي يهدف إلى تطوير حوار حقيقي وصادق لبناء السلام في مجتمع شامل وأخوي ولحماية الخلق. وقال بابا الفاتيكان: مع المسلمين نحن مدعوون للحوار لبناء مستقبل مجتمعاتنا ومدننا ولاعتبارهم شركاء في بناء تعايش سلمي، حتى عندما تكون هناك حلقات مروعة من قبل الجماعات المتعصبة التي تعد أعداء الحوار مثل مأساة عيد الفصح الماضي في سريلانكا. وتابع بالقول: إن منطقة البحر المتوسط هي جسر بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، وهي مكان يمكن من خلاله بناء خيمة سلام كبيرة، حيث يمكن لأطفال مختلفين من الأب المشترك إبراهيم أن يعيشوا معا. صور ذات طابع ساخر وأخرى تحمل ملامح الجدية نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الديلي تيليغراف. نتابع. فن الكاريكاتير تحول من مجرد تعبير عن لحظة عابرة وعن مزاج شخصي للرسام إلى التعبير عن موقف سياسي معارض أو مؤيد، وإلى قول ما تعجز الكلمات عن إيصاله. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها في جولتنا اليوم. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.